الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير من بعثه الله رحمة للأنام محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وانعم على عبدك وخليلك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم عليه تسليما كثيرا. لا يزال الخير حياً لا يزال، إن في الدنيا سلاماً وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. كن كما غيث على الأفياء ماطر، صوته يروي قلوباً وخواطر، نفعه عم البوادي والحواضر. قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حياً لا يزال، إن في الدنيا سلاماً وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. نعم الله عز وجل على عباده لا تعد ولا تحصى. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال جل في علا: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. من هذه النعم الجليلة نعمة الولد، إن الله سبحانه وتعالى يرزقك ذرية وتكون هذه الذرية ذرية صالحة، هذه نعمة. وقد ذكر الله عز وجل أنها نعمة في القرآن في أكثر من آية، يذكر الله عز وجل أناسا بهذه النعمة. قال الله عز وجل: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، كثركم بكثرة الأولاد. وقال الله عز وجل: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قال الله عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب من يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فوجود الذرية نعمة، ولذلك شوف الإنسان إذا حرم من الولد أو تأخر عليه الولد، والله كم يدفع، يستدين، يأخذ قروض، يتنازل عن كثير من متاع الحياة الدنيا اللي بالنسبة له في سبيل الولد، يتنازل عن شراء بيت، يتنازل عن شراء سيارة، يتنازل عن في سبيل يجمع المال عشان يأتي الولد. والله عز وجل جعل في فطر الناس محبة الأولاد. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. والبنين الله جعل هذا زينة، فطرة. بل كثير من الأمهات وكثير من الآباء والله العظيم يصبرون على اعوجاج الطرف الآخر. الزوج صابر على اعوجاج زوجته وعلى سوء لسانها وطبعها، والزوجة صابرة على فساد الزوج وعلى سوء أخلاقه وطول لسانه، علشان العيال، علشان الأولاد. يضحي الإنسان بسعادته وحياته علشان بس ينصلح حال هؤلاء الأولاد. فالأولاد نعمة. قال الله عز وجل عن إبراهيم: ربي هب لي من الصالحين. وقال زكريا عليه السلام: لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. والله عز وجل لما ذكر منته على أيوب قال: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الله سماها رحمة، سمى رزق الأولاد لك رحمة. فهذه الذرية، هذه النعمة، علشان يبارك لك فيها لابد في شيء اسمه شكر النعمة.
قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. زين، كيف نشكر نعمة الولد؟ يعني شنو ممكن نسوي؟ نعمة المال نعرف شكرها بالزكاة والصدقة، نعمة العافية بالعبادات، القيام، حج، صيام. طيب كيف نشكر الله على نعمة الولد؟ إنك تحرص على صلاح أولادك، تبذل لهم كل الأسباب التي هي من أسباب صلاح الأولاد. لا تقصر، لا تقصرين، لا تهمل، لا تهملين. لازم تربيهم على الطاعة والهداية والتقى والعفاف. هذا دورك أنت أيها الأب، ودورك أنت أيتها الأم. فاصل ونواصل. لا يزال الخير حياً لا يزال، إن في الدنيا سلاماً وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. قم بنا. الحمد لله، عودا على بدء. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأباه يهودانه أو ينصرانه. دل هذا على ماذا؟ دل هذا على أن تربية الأبوين لها علاقة بصلاح أو فساد أو انحراف أو ديانة الأبناء. قد يطلع ولدك مسلم، قد يطلع يهودي، قد يطلع موحد وقد يطلع مشرك، قد يطلع صالح وقد يطلع منحرف. والسبة أبواه، الأب والأم. إذن أنت لك دور، وأنت أيتها الأم لك دور في صلاح أبنائكم. تبي الله عز وجل يبارك لك في أولادك وغر عينك فيهم وتسعد، لأن أهل العلم يقولون الأولاد عمر ثاني. الإنسان اللي ما عنده أولاد بموته يموت ذكره، لكن في وجود الأولاد لا، ما يموت ذكرك، والأولاد يدعون لك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا عمر دعاء، تصور دعاء. كم من الآباء الله رزقه أبناء يمكن 30-40 سنة عقب وفاة الأب ولم تنقطع ألسنة الأبناء عن الدعاء للآباء. وهذا هو الظن في غالب الأبناء الصالحين، إنه يومين يدعو: اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولوالدي. يدعو. تصور 30 سنة أولادك، إذا عندك 4 ولا 5 ولا 6، بل إذا الله سبحانه وتعالى جعل في أولادك الصلاح، يربون أبنائهم على الدعاء للجد والجدة. هذا كله ما يأتي من فراغ، يأتي من عمل، من كد، من تعب، من متابعة، من توجيه، من تعليم. فدورك أيها الأب، دورك أنت أيتها الأم، إنك تبذل الأسباب. الأسباب اللي بيدك، اللي مو بيدك هذه عند الله عز وجل. نحن لا نملك الهداية، الهداية يملكها الله، لكن نحن نملك الأسباب: التوجيه، الرعاية، الدعاء، إنك تأخذه إلى مواطن الخير، تعلمه من بدايات نعومة أظفاره، الحلال والحرام والتوحيد والرب والرسالة والزين والشين والطيب والردي. لا تتهاون في تعليم أبنائك. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. 7 سنوات يعلم على الصلاة ويؤمر بالصلاة، مع أن 7 سنوات و10 سنوات خاصة بالنسبة للذكور غالبا يكون غير بالغ، وبعض النساء قلة يبلغون 10 سنوات، لكن غالب الشباب والشابات ما دخلوا مرحلة البلوغ. مع ذلك من عمر 7 سنوات يؤمر، لكن لا يضرب إلا بعد 10 سنوات. هذا يدلك على ماذا؟ على أهمية تربية الأولاد منذ الصغر، منذ نعومة الأظافر، على الطاعة والعبادة.
حتى تصير الحياة جزء لا يتجزأ من حياتي، لا يتركها لا في سفر ولا في حضر، ولا يكون ارتباط العبادة بوجودك مثل بعض الأباء ربي أبناء بس على الطاعة إذا شافوني أنا بس، إذا غبت عن عينهم تركوا الطاعة والعبادة. فإن أردت أن تستزيد من نعم الله عز وجل عليك وتدوم هذه النعمة وتقر عينك وينطبق عليك دعاء عباد الرحمن الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، تبي تشوف قرة عينك في أولادك تشوفهم صالحين وبررة، لازم أنت تبذل الأسباب، والأسباب مو سبب واحد، جملة أسباب. لازم تعطي أولادك وأنت تعطين أولادك وبيتكم جزء من اهتماماتك. كل إنسان فينا يمر بظروف يكون بعيد عن بيته، كلنا رجل ولا امرأة طبيعي، لكن هذه ظروف تكون عارضة ليست دائمة. أحاول أطلع من أوقاتي جملة من الأوقات والسويعات اللي أجلس فيها مع الأبناء، أوجههم وأكون قريب منهم. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلح لي ولكم الحال والبال والولد والذرية. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. كن كما غيث على الأفياء ماطر، صوته يروي قلوبا وخواطر، نفعه عم البوادي والحواضر. قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال.